السلام عليكم البنات اللي مع فيديو جديد. نتمنى تكونوا سافا وبخير وتكونوا سوبر. اليوم مع وصفه جديده اللي هي الوصفه اللي كيقلبوا عليها بزاف تاع البنات, سورتو واللي كتخص بزاف البنات اللي حاملات واللي ولدوا اللي كيجيهم الكلف بزاف. دونك كاينه واحد الشريحه كتجيها الكلف, كاينه واحد الشريحه ما كيجيهاش كاع الحمد لله. بون اليوم عندي واحد الوصفه اللي هي سهله وفيها جوج تاع المكونات با بلوس, ولكن كتحتاج كيخصها تجريب, كيخصها التعاود وتعاود تعاود. دونك دابا ندوزو الوصفه البنات. انا كومونديت هذوك لي بيتي بون ديالي. دونك البنات غير باش نوريكم هذه الوصفه غادي يكون فيها العسل والخرقوم, دونك جوج تاع المكونات ما نزيدو عليهم حتى شي حاجه. دونك هنا غير باش نوريكم المقدار, هذا غادي ناخذ عسل وهذا هذا الصغير راكم تشوفوا البنات, هذا الصغير غادي ناخذ الخرقوم. فوالا غير باش يكون المقدار ديال العسل كثير على الخرقوم باش ما يجيش كلشي عامر بودر. كما قلت البنات تقدروا تاخذوا العسل اللي ماشي حار, دونك العسل اللي كناخذوا اللي كتكون فريمون زوينه. دونك غادي ناخذ هذا المقدار ديال العسل, طرب شويه هاد العسل الثقيل ضروري كتشد شويه الوقت باش تخوى. دونك غادي نشوف وغادي ناخذ هاد المقدار ديال الخرقوم البنزي اللي عندنا اللي كتمشيو عند العطار كتاخذوا الخرقوم واجد, ماشي الخرقوم موجود بلوتو كتاخذوه وتيطحنوا ليكم, يعني كتعرفوه بلدي وزين تيكون هذاك العرق اللي غليظ وكيكون الاخر اللي رقيق. انا هذا عندي داك الصغير فوالا. دونك الوصفه ما صعيباش وزوينه. شدوا هاد المكونات بجوج وتميلونجيهم مزيان. كما قلت لكم البنات ما تكثروش لا بودره ولا العسل, وراه تجيكم هذاك المقدار اللي عطيتكم. بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش المعالق تقدري ديري نقولوا معلقه كبيره ديال العسل ومعلقه صغيره ورا كاع كانت هذيك ديال الكافي ديال الخرقوم. وصافي البنات من كان ملاجم هذيك الكريم كتخرج هكا صافي صافي كتسالي كتابليكيها على وجهك راه كتكون زوينه وما كتسيحش وكتبقى شاده, حيت حنا البنات معروف علينا كنبغيو دوك لي ماسك اللي تيكونوا قابطين ما كيديروش ما كيبقاوش يقطروا علينا. فوالا دونك كتبقى هكا مع العسل تيبقى شاد وتخليها في وجهك حتى لنص ساعه 45 دقيقه. دونك حتى تشقاي وتسالي الا ما كانش كيديرونجيك العسل بخيت غسليها ومن اول استعمال غتبان لك النتيجه. ولكن هذه بزاف كيستعملوها الناس اللي كلف. دونك نتمنى نكون فدتكم بهذه الوصفه ونقول لكم على بروشين فيديو ان شاء الله. باي باي.